بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 6، شوف المقطع الثامن. نبدأ اليوم باللامينار فلو إن تيوبس. طبعا هناخذ فوليوم إليمنت داخل التيوب هذا. التيوب هذا طبعا في فلويد فلو ماشي بهذا الاتجاه. ناخذ الفوليوم إليمنت، طبعا الدايمنشن تبعه هي دي اكس في اتجاه اكس اكسس ودي ار في اتجاه الار. هذا الفوليوم اليمنت في عليه قوة من هذا الاتجاه عند المسافة x، عند المسافة x بلس دلتا x في عليه بريشر في الناحية الثانية. طبعا القوة هذه ايش تساوي؟ تساوي دائما ال a s في p، صح؟ ال a s او دي s p، دي s اللي هي 2 باي r دي r. بالنسبة للشير فورس اللي هو يطبق أصلا على الوول، هنا احنا نطبقه على أطراف الإليمنت، هنا عند R وهنا عند R بلس دي R، عند ال R هنا طبعا دائما هذا اللي هي A2 اللي هي الفورس، وهنا 2 باي R دي X. هنا هذه المعادلة ودنا نعيد ترتيبها ونقسمها على إيش؟ على 2 باي ار دي اكس. فلاحظ نجيب البي هنا والبي اكس بلس دلتا اكس ونقسمهم. طبعا بعد ما نقسمهم ما يبقى عندي هنا إلا الار على دي اكس، يبقى عندي هنا دي ار، لكن الار هنا داخلة في التو، داخلة في القوس هذا. بعدين ودنا ناخذ الليميت لما دي اكس جو تو زيرو دي ار جو تو زيرو، تصير عندنا المعادلة هي بهذا الشكل. بدل ما كان عندنا هنا الفرق صار عندنا المشتق نفس المعادلة. لاحظ انه التو هذه نعوض عنها بقيمته المعروفة اللي هي ميو دي في اللي هي الفيلوستي على دي ار اللي هي مشتقة هذه السرعة. نعيد ترتيب المعادلة، نجيب دي بي على دي اكس للطرف الثاني. إذن هذا هو الشكل، هذه المعادلة. نروح نسوي لها التكامل كامل الطرفين. طبعا بالنسبة للآر، بالنسبة للآر يعطينا الفي آر، هذه هي قيمته. طبعا في هذا الكونستنت غير معروفين، لازم لهم الباوندري كونديشن. نشوف المعادلة هي نفسها، عندنا هنا سي 1 وسي 2. كيف نجيب سي 1 وسي 2؟ طبعا boundary condition، نحن نعرف انه عند الوول الفيلوستي لما الوول هنا الار تساوي كم؟ الار تساوي كابيتال ار، كانت الفي تساوي صفر، وانها هنا كانت الفي ماكسيموم. ايش معنى في ماكسيموم؟ معناها دي في على دي ار لما نشتقها بالنسبة للار تساوي صفر عند ار. اذا نقدر نجيب من الاثنين اللي هو سي 1 وسي 2، اذا صارت الفي بروفايل تبعها معروف. تذكروا في أول سلايد كنا نجيب اللي هو الفي أم الفي مين، وكانت قيمتها هذه جبناها في أول سلايد، كانت الفي آر دي آر. لكن في هذه الحالة نحن الفي قيمتها عندنا عارفينها، نروح نكامل من وين؟ من الصفر إلى آر، لأن نحن كامل بالنسبة للآر. إذا من الصفر اللي هنا عند سنتر لاين إلى الآر اللي هو عند الوول يعطينا هذه هي قيمة الفي مين. نرجع شوية للفي ار اللي كانت عندنا هنا، قديش قيمتها؟ لاحظ هذا المقدار إذا ضربته في اثنين يعطيك ايش؟ يعطيك هذا المقدار اللي هو عندي هنا. إذا في ار تساوي اثنين في ام اللي هي كانت عندي هنا في 1 ماينس ار سكوير على ار سكوير. هلا بدنا نعرف كم قيمة الفي ماكسيموم. الفي ماكسيموم فين؟ اللي هي عند السنتر لاين. السنتر لاين الار تساوي كم؟ الار تساوي صفر. عوض داخل المعادلة هذه يختفي هذا الطرف كله، ما يبقى عندك إلا اثنين في ام. إذا في ماكس تساوي اثنين في ام. The average velocity in fully developed laminar pipe، نتكلم عن pipe طبعا، flow is one half the maximum velocity. إذا الفي مين هذه تساوي نص الفي ماكسيموم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.